تريليار تيلار حوت تيلار بعد يطلع تيلار حوت. يلا الوليد قبل ما يمشيوا للفاصل نتاع 6 او نص نمشيوا للرتب لي رتب لي حسب الاهم بالنسبه ليك بليل. مرحبا. رتب لي بين ثلاثه هذوما كالعاده الصحبه الحب الفلوس. الفلوس والحب والصحبه. وي الفلوس باه وليد. وي الفلوس تهلا. الفلوس تجيب الصحبه تجيب الحب وتجيب الفلوس اللي يرتبهم لي. اي دونك الفلوس الفلوس الحب والصحبه. بارك الله على الصحبه. ما شاء الله قديكم ناس ماديين. اعطينا 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 ناس تموتوا على الفلوس. اعطينا الفلوس الماده اللطف. اعطينا رؤيتك قديكم هكا ناس عايشين على الفلوس. اعطينا باهي اعطينا رؤيتك ترتيبك الفلوس الفلوس الله على المبادئ الله على الاخلاق سهله نفسين عبديني يتيجي الحب الصحبة. صفيان بهش رتب لي حسب الأهمية كيفاش تعرف صاحبك معناها صاحبك البهي المواقف العشرة ولا الصحبة معناها كم صحابه برا في المرتبة الأولى. عودهم لي سامحني عودهم لي المواقف المواقف العشرة ولا الحب بيناتكم هكا صديقك المواقف الماء العشرة والصحبة بعد جي صحبة وليد إيه المواقف بتبيع مواقف بعد العشرة بعد الصحبة بتبيع موقف بتعرفه بالموقف وما الناس يخلوا كلية بالعشرة هي العشرة أما هي اللي المواقف فما عبيد تعرفهم ما سنين ربي بعدك ما يطلقهمش معاك الصحبة والعشرة والمواقف خاطر ما مش باللازم أي موقف مش يكون نجم نعمل معك أنا موقف به اليوم غدوة نجم نعمل معك موقف خايب نظر أخرى يعني ربما وقت في الوقت هذاك ربما وي 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 نجم أنت وشنو وشني مصلحتي بيك فلا باهي سي بليل معناها مثلا فسر لك اعطيني ترى خاطر مثلا بيزار شوي مثلا سفيان هل توافقني الراي نقولوا نحن وليد مثلا وليد تفضل مثلا نوفل استحق حاجه اي بيان سور تو كموقف باش يقف معاه ولا بيان سور وليد يخدم باغ اكزومبل مع هادي زعي كي نوفل بيستحق يجوز عليه تليفون يستحي هيك هو مال دونك الموقف تجي في الاخر خاطر موقف سادي بونتي وانت والوضعيه وانت والمصلحه بدل لي لا خليك خليك على رايك حتى رايك صحيح مش ما نجمش يكون هذا الاكزومبل الوحيد انا مع وليد ما عنديش راي انا ما نجمش يكون المشكله الريبير نتاعكم وليد مش هو معناها خالد لا مش كان جي شخص اخر يجي معناها مهما كان الكادر الموقف راهو يتبدل حسب المصلحه يهديك ربي الموقف يتبدل حسب المصلحه يعني انت تاكد ان الحياه مصالح دي بالطبيعه ما نشوفش هكا وشاهد شاهد من اهلي الله يعطيني رؤيه اخرى خيات اخي انت المواقف مع العباد انت مو حسب مصلحتك كي يبدا انت واحد عندك به مصلحه مش ناس كل عاده طب انت هذا واش عندك وليد واش عندك مصلحه اش عندك مصلحه به هذا سؤال بالله نمشي معك تفضل لا نحكي لك اقرب الناس ليك تمشي للمصلحه زاد اقرب الناس ليك كيفاش شنو المصلحه سفيان وي سيدي هات بالله انت توا يكلمك نو في نص الليل ماضي ساعه وي يقول لك سفيان راهي طايحه بيا الكهرباء بان في البلاصه الفلانيه تمشي له ولا تمشي بيان سور يكلمك حد اخر ما عندكش به علاقه صديق تقابلتي بها مره ثلاث مرات في حياتي يقول لك ولي سفيان بالله راني في البلاصه الفلانيه تجيني ولا ما تجينيش صديق وقت انت باش تخمم تقول زعما نمشي فك عليا ممكن حتى ما تهزش تليفون اصلا اي نقول هذا طلبني صحيح ما تضربنيش به لاباس اي هذا ما هو صحيح هذا صحيح دونك بدل الموقف الموقف حسب صحيح 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 موقف صحيح تو بدلكم رايكم بدل درج يا اخو موقف وليد اسمعني مهما عطاك ومهما فسر لك وما عطاك حجاج عندك فيه خليك حتى ما لازمهم ما يتقنعش لازم يقعد في الراي نتاعو مقنع مقنع خويتي مقنع شخصيتك خويتي بليل وانت باش كامل معاك اليوم رتب لي اخي بحاجات في صديق الكذب المشحاح ولا ديما يخلي انه كلي عنده نظره سلبيه في الحياه حتى كي نبدا بلبس عليه عرفت كلي يعطيك لي زوند نيجاتيف تخرني حتى يبدا عندك صاحبك كذاب توسع بالك معاه معناها فما تخلو على حد عادي تخلو تخلو شوت اي والبخل زاد البخل ماهيش بخل مش حاح مش حاح لا مش حاح اي اما بأتم معنى الكلمه لا هذيك مش باهي تبدا عندك عرفت عندنا كانوا عندنا قبل اصحابنا كيكا وما يقعد صاحبنا مدى الحياه اما انا يقعد ديما ساعات نركبوها له معناها فهمتها اي اي تلبسوا مثلا اديسيون باهيه
صحيت فهمت فهذا باش نحيلوا اللي صحيح تبدلوا كل شيء بارامتر كل يتبدل لا والله لا لكن حاول تعمل جو هذا هاي تقول هذه اللي بعبد لا والله ما صار دونك اللي ديما يخلل والله عندنا صديق 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 كذب ديما بتاعك تقعد معنا كان عندنا صديق يودي راك يبدا بالصباع الكبير تي مخك يقفر ويبدا قاعد بحذاك في قهوه مقمله فهمني ولا قاعدين حتى عرفتك وقتاش تعرف القهوه صايد حط ايه. كي تجي كوموند في يدك انت الكليون تتبدل في التلفزه بتاع القهوه تعرف لي صايد فوتي القهوه يعني تبدا قاعد معاه في القهوه ذيك فجاه نقول الله في الحق يقول لك لحظه خوي ليسا مش نوصل نجيبه من المطار ليه للدفع يا بيا بقى يسميه والله العظيم ليه ليه في الاخر والله عندي صديقه كيكا لحظه يقول لك عندي اخوي ليسا هبط من المطار راجل ناس والله ويحكي سيريوس مو راهو المشكله انه يحكي يحكي راهو يعطيك حاجات تقنعك عرفت يقوم يقوم ادم نابلسي يعتزل ادم نابلسي مش كيكا يقوم من بلاصته يخدم كهربته ويمشي يمشي يسرح يختفي كل غدوه يجي غدوه والله وصلته يبدي يا شيخ خويا اللي سواه ودخل في دويلب ودي تخزر له تقول يا رسول الله طوال وما شنو هاك تعمل بها جو عرفت تبدا قاعدين هاك تعملوا جو ماشينا لا ماهيش ماهيش مشكله واضح شكرا لكم الولاد الكذب انواع اي ما خاطر الكذب يزكم داخل اخرى الكذب اللي يدمر هذاك 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 حتى زادك الله نحبوا الكذب هذا النوع نتاعك الحكايات الفرفوش اللي تنجم تمشي معاه حتى في الحكايه اللي يبدا يشوط برشا وكذا وتبدا وانت شيخ عليه عرفت من الحمق اما يقلق برشا كل عرفتو كصاحبك اللي ديما عنده نظره سوداويه للحياه وكل شيء مش ماشي اي ليه فما برشا عباد تقول الحمد لله نعم موجودين برشا مقلقين ساعات ولا ما اصحابنا شنو تحبوا نعملوا لهم يلا مواصلين معكم حتى للسبعة ما سالت روحك انت انا هو النوع من الاصحاب انت بالنسبه للعباد الاخرين اش تكون انت سؤال مش حاح سؤال كذاب سؤال اللي لاني مش حاح لاني كذاب ما عنديش برشا تخانين كوا انا تتصور روحك انا النوع نتاع الاصحاب انت ما تنجمش انت حسب رايك ما تنجمش ثلاثه ما تكونش انا الكاليتي نتاعك وين تمشي انا نقول لك يمكن انا كل الخرنين برشا انا اللي نهز انا نهز الاثنين نتاع الهم عرفت يدي واحد قيل قاعد برسم الخطان يرحم الله والديك شفت موضوع ساعات تقول انت صحيح الشح ماكش مش حاح لا لا مش مش حاح شور اي لا لا كذب ساعات ما مش مخطر مش مخطر ماهيش ما نقولش اهلا وكمل تويتي وين كمول هاي هنجي نعملوا شيشة الطرق بتاعك ياسر طويلة وانت سفيان شنو انا؟ نفس السؤال شنو انت شنو ترى روحك؟ انا كذاب سامحني ليه باهي انت اخترت بالحق يا سفيان والله هصدمتي مش يقول لك مش حاح مش يقول لك 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 مش ي